السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله فيديو تابع الفيديو ديال السفرة ديال إيموزار اللي قلت لكم غنكمل لكم الجولة في ذاك مركز الاستياف اللي كنا نازلين فيه. هذا الباركينج او الجردة اللي كيوقفوا فيها الطوموبيلات. كاين مركز اخر قدامه ولكن انا ما بان لي انه ما مصلوحش ومازال تيصلحوا فيه. وهاد الجهه اللي كنا حنا نازلين فيها هذه الدخله. هنا على اليمين كاين واحد القهوه كبيره، هي هذه اللي كتخرج لابيسين. انا ما قديتش ندور فيه حيت الناس كيعوموا. و هادي لاكوي او الاستقبالات. صراحة كبير وغزال هاد مركز الاستياف خاص بالجماريك، ولكن انا ما عرفتش واش زعما كيدخلوا ليه البيبليك ولا لا، ولكن على ما اظن يكونوا كيدخلوا غير هما تيخلصوا، ماشي بحال الناس اللي خدامين في الجماريك تينقصوا لهم شي حاجه. يمكن هذه الدار اللي كنا شدينا دير بحال هكا كبيره كما قلت لكم قبل. الصاله فيها كبيره، حنا كنا جوج ديال العائلات وخدينا جوج ديال الديور تقريبا، وحده كبيره وحده صغيره. هذه كانت كبيره يعني فيها كما كيبان لكم هكا صالون كبير و كوزينه اللي كل شيء فيها جديد، الثلاجة، البوطة، الماء اللي في البلاكارات، كل شيء جديد. يعني حنا اللي حلينا داك الشيء، حلينا لهم ميكات وداك الشيء حنا اللي حليناهم. هنا الكوزينة، بيت النعاس والصالون، كل شيء كيطلع على هذه. حاشاكم الطواليت، هذا بيت النعاس، بيت النعاس اللي حتى هو كيطلع على لابيسين. هذا الماريو اللي فيه المانطات والليزور، الغشاوات نتاع المخاد. وكما قلت لكم الصراحه بالنسبه لثلاثه الناس حتى لاربعه الناس وحتى الخمسه ديال الناس، هاد الدار اللي كنا كرينا حنا كبيره بزاف، كبيره يعني يعني تصلح هكا يا خمسه ديال الناس، فهي جايه هي هذيك زعما. صافي هذه خلاص الكوزينه كما قلت لكم، واخا صغيره ولكن قاده فيها كل شيء. هي خاصك تقدا وتجي طيب، هي فيها كل شيء. يعني الماء اللي غادي تحتاج انك غادي تجيبه معاك، ولا غادي يعني تشد بهم الطريق وتسافر بهم، كلشي كاين. الكوكوط وداك الشيء اللي تنحتاجو في الكوزينه كلشي كاين، المقله، الكاسرونات، المهم كيسان، كلشي كاين. صافي هذه قلت لكم صالون جي قدام هاد التلفازه، واحد البوبل صغير نتاع التليفون. صافي هذا الكولوار اللي كيهبط اللي كيدي الدروج. بصراحه نقي وزوين، وكما قلت لكم مأمن بالنسبه للناس اللي عندهم دراري صغار، زعما ما عندهمش مناش يخافوا. كاين السيكوريتي في الباب، يعني ممنوع شي ولد ولا شي بنيته هكا يخرجوا ولا شي حاجه، حيت هو جاي على الشارع وجاي على الطريق. ف كانت هذه الجوله،
فيه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وشكرا.